السعودي في على مستوى الدوريات سواء دوري روشن السعودي للمحترفين ودوري يد وايضا للمحترفين وايضا منذ الموسم الماضي مع فريق العلا وهذا هو الموسم الثاني. صحيح الموسم الماضي لما هنا الشرقي في التسديدة ولكن الخطا. موسم اللقاء في المدينه في استاد الامير محمد بن عبد العزيز ويستضيف جميع اللقاءات هنا في المدينه. الفريق الذي يتدرب في قطع الكره صناعه ممتاز خالد بلوي بين اقصر الطرق رائعه التمريره هنا في المحاوله خطره والتسديده بعيده التسديده ولكن هنا المحاوله كانت من معاذ الحسن في اللقطه. معاذ هذا لاعب المواليد الذي كان في اللقطه الماضيه وكانت الى خالد في المرور هنا السقوط والخطأ